حياكم الله مجددا في هلا. التوطين رحلة طويلة ممتلئة بالبرامج، بالمستهدفات وبالأسئلة والحوار والترقب أيضا. إلى أين وصلت هذه الرحلة؟ ما تفاصيلها؟ ماذا يقول واقعها؟ وكيف ينظر إلى مستقبلها؟ حوار طويل وممتد في هذا الموضوع، سنحاول فيه أن نقدم كل ما يدور في هذا الشأن، ونجمع اليوم في طاولة يا هلا ما بين المسؤول وما بين المختص والمهتم بهذا الموضوع. يسعدني أن يكون معي أو ينضم معي هنا في الاستديو الأستاذ عبد الحميد العمري، وهو عضو جمعية الاقتصاد السعودية. أستاذ عبد الحميد مساء الخير، شكرا لك. أهلا فيك وسهلا. سينضم إلي عبر الهاتف أيضا مع الوقت إن لم يكن منضم الآن. طيب، إذن معي الآن المهندس ماجد الضحوي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة، أو سينضم إلينا أثناء الحلقة للحديث عن هذا الموضوع. ويعني المهندس ماجد كان معطي موافقة على حضوره معنا في الاستوديو، ولكن نظرا لارتباط طارئ سينضم إلينا عبر الهاتف، يعني وفاء بالتنسيق من أجل إقامة هذه الحلقة، فلو كل الشكر والتحية والتقدير سلفا. أستاذ عبد الحميد ببدا معك، احنا شايفين رحلة التوطين، قطار التوطين، القطاعات اللي توطن ما بين وقت وآخر بالنسب المختلفة، كيف تقيم وتقرأ الوضع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو تقريبا في النصف الثاني من 2021 بدأت ثمار التغييرات والتطوير اللي سووه أو قامت فيه وزارة الموارد البشرية من خلال تحريك برامج التوطين الموجودة عندها أو مبادرات، من مكان كان في السابق يعني نقدر نقول جامد لا يتفاعل مع وضع القطاع الخاص ولا يدرك وضع الباحثين عن عمل. فلهذا كانت النتائج كانت ضعيفة في السابق، مرة تجدها فوق مرة تجدها تحت، لكن بعد التحول اللي حصل في منتصف العام الماضي بدأت تشاهد زيادة في معدلات التوطين، زيادة حتى تحسين في مستويات الأجور. فبالأرقام أنت تتحدث عن تقريبا من النصف الأول، النصف بداية النصف الثاني إلى نهاية الربع الأول من العام، تقريبا صافي زيادة وصلت إلى 250 ألف وظيفة بالنسبة للعمالة المواطنة. في المقابل أيضا ارتفع مستوى أو متوسط الأجور إلى وصل إلى أكثر من 7100 ريال، هذا بشكل عام، خلال طبعا مقارنة يعني تقريبا تتكلم على 3.5% نمو سنوي. تتكلم على توزيع العمالة المواطنة داخل سوق العمل أو داخل القطاع الخاص، تجد أنه في السابق يعني تقريبا قبل سنتين أو أكثر كان تقريبا نسبة المواطنين اللي دخلهم الشهري تحت 3000 كان يصل إلى فوق 42 إلى 43%. الربع الأول من هذا العام انخفض هذا الرقم أو هذه النسبة إلى 6.7%، يعني تقدر تقول 6.5%. في المقابل ارتفع اللي دخلهم بين 3000 إلى 5000 ريال من تقريبا 25% وصلوا إلى 54%. يعني وجدت تحركات خلال أقل من سنة جدا ممتازة، من ناحية أنه ارتفع التوطين، ارتفعت مساهمة العمالة المواطنة، أيضا ارتفعت مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل. يعني أنت اليوم تتكلم إذا ما خانتني الذاكرة في 850 ألف، في هالحدود، مقابل بالنسبة للسعوديين أو الذكور تقريبا 1.3 مليون. فبالتالي أنت وجدت زيادة في الفرص العمل، وأيضا طبعا هذا مو نهاية الطريق، لكن أنه يحدث هذا في فترة أو بعد فترة الكورونا، أعتقد أن هذه نتائج جدا ممتازة، أنه عندي تحسنت مستويات الدخل، تحسن التوزيع الهيكلي للعمالة حسب الدخل، ارتفعت مساهمة العمالة المواطنة إلى 24%. هذه أمور ما كان بالإمكان أن تستطيع البرامج في وضعها السابق اللي كانت تقريبا شبه جامدة ما تدرك وضع القطاع الخاص ولا المنشآت زي المصاطر الجامدة، يعني نسبة توطين 40 30 70%، وتجد أنه هذا القطاع قد لا يستطيع أن يصل إلى هذا النسبة بأي حال من الأحوال، أو تجد قطاع آخر أصلا العمالة السعودية لا ترغب فيه، فبالتالي يتحمل هذا الأسية وهذاك يتحمل الأسية رب العمل. فهذا يقول لك أنت في جاب بيني وبينه، هذا ما يبي يجي عندي وأنت ملزمني أني أسوي توطين. هذه كل الأوجه التقصير أو مثلا بعض النواقص اللي كانت موجودة في البرامج السابقة تقريبا أنتفت مع
مع هذه البرامج اللي هي اكثر ديناميكيه اكثر حيويه. يعني مثلا لو تكلم على مثلا توطين قطاع الصيدله، ايه يتكلم كم عندي مواطن صيدلي ومواطنه اليوم يبحثون عن عمل، وكم متوقع يتخرج منهم في السنه السنتين الجايه، وايضا كم موجود فرص. فبالتالي انت تقول والله نسبه التوطين الممكنه او المتحركه خلال السنه سنتين تبدا مثلا من 30 الى 40%. فلما تصل في الفتره هذه تجد انه اليوم يمكن تجد اليوم قليل جدا تجد صيادله عاطلين العمل، وهذه ارقام من داخل السوق. اليوم حتى بعض الشركات اللي تشتغل في قطاع الصيدله نسبه التوطين عندهم ضعف المطلوب بشكل نظامي، يعني تتكلم على 35%. تقريبا اكثر من 80% من الشركات اللي تعمل او المنشات اللي تعمل في هذا القطاع وصلت نسبة التوطين عندها إلى أعلى من 70%. طيب أرجع لهذه الأرقام وبالذات لقطاع الصيدلة لأن في أسئلة كثير حوله، بس إذا تسمح لي أخذ اتصال معي الآن المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة. مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. حياكم الله، مساء الخير عليكم جميعا، وشاكر تواجدي معك، أمس عليك وعلى ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. اهلا. انا قبل شوي سالت الاستاذ عبد الحميد بوصفه مختص وكاتب ومراقب للمشهد عن تقييمه لرحله التوطين. اليوم انت كمسؤول كيف تصف هذه الرحله واهم المستهدفات اللي حققت فيها من عدمها بصراحه؟ الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان شاء الله ان الرحله في مسارها الصحيح. احنا دائما نقول ان التوطين ثروه. استراتيجيه الوزاره بالتشارك مع الجهات الاشرفيه والقطاع الخاص لحد الآن الحقيقة وأثبتت نجاحها بشكل كبير. هذه الاستراتيجية اللي أطلقتها الوزارة وفيها مرونة وديناميكية عالية. صدرت الوزارة طبعا في عام 21-32 قرارا، وكانت هذه القرارات تستهدف مهن وأنشطة ومناطق. كل هذه القرارات الحقيقة ساهمت بشكل كبير لدخول السعوديين في سوق العمل. حقيقة اليوم لما نشهد توطين المهن الهندسية ودخول تقريبا 19,000 مهندس، توطين مهن الصيدلة ودخول تقريبا أكثر من 9,000 صيدلي، توطين المهن المحاسبية ودخول أكثر من 26,000 محاسب، ودخول قطاع السينما ودخول أيضا المهن الصحية، توطين التسويق أكثر من 23,000 تسويق، رجل تسويق أو في هذا المجال. هذه كلها الحقيقه يعني قرارات متنوعه وديناميكيه عاليه سواء بالانشطه او بالمهن او بالمناطق. فاليوم من فضل الله سبحانه وتعالى وبتعاون الجهات الاشرافيه وصل عدد السعوديين الى 2,060,000 وهو الاعلى تاريخيا في القطاع الخاص. زادت نسبه مشاركه المراه الى اكثر من 35% وهي تخطط الحقيقه مستهدفات الرؤيه. نعم. طيب. واطلقنا هذا العام ايضا يعني 30 قرارا للتوطين استكمالا لرحله التوطين، وايمانا منا ومن القطاع الخاص ومن الجهات الاشرافيه مشكوره من جميع الوزارات بانه ابناء وبنات الوطن يعني اثبتوا قدرتهم للانضمام للقطاع الخاص. طيب مهندس اليوم كيف تختاروا قطاعات التوطين؟ يعني على اي اساس تحكمون انه قطاع السينما ولا الصيدله ولا غيرها هي اللي لازم توطن الان، وكيف تحسبوا نسب التوطين فيها؟ وش اليه الاختيار؟ في عده معايير لهذا الامر، يمكن اتطرق لبعض هذه المعايير. جزء منها هو عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع. النمو في هذا القطاع، النمو الاقتصادي لهذا القطاع والتوقعات من نمو هذا القطاع، مدى جاذبية هذا القطاع للسعوديين، أيضا احتياج هذا القطاع إلى تجسير أو تدريب، مدى توفر الخريجين في سوق من الجامعات السنوات القادمة. كل هذه المعايير الحقيقة بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص يعني تخضع لكل القطاعات، نعمل مشي شامل لكافة القطاعات وكافة الأنشطة. واضح. وبناء على هذه المعايير تطلع قرارات التوطين. نعم. طيب كلمني شوي وبصراحة عن الرقابة على تحقيق مستهدفات التوطين. اليوم في شكاوى نسمعها ما بين وقت واخر انه يا جماعه احنا سمعنا عن توطين القطاع الفلاني لكن ما زلنا نشوف انه في غير سعوديين موجودين فيه. كيف تراقبون عمليه التوطين في القطاعات اللي تقرون توطينها وفقا للنسب المعلنه وبالذات اللي فيها 100%؟ نعم.
نعم، اولا طبعا احنا نقول انه يعني بشكل مستمر ان التوطين تروه، وان بنات وابناء الوطن هم يعني اثبتوا قدرتهم على الانضمام للقطاع الخاص، وان القطاع الخاص الحقيقه اثبت يعني فعاليته بشكل كبير لانضمام السعوديين لهذه القطاعات. وقبل ذلك انا اعرج انه يعني استراتيجيه التوطين ومرونتها الحقيقه بالعرض والطلب وتنوع قرارات التوطين في المهن والانشطه وايضا المناطق اسهم بشكل كبير الى قبول دخول السعوديين لسوق العمل. ارجع اذكر انه العدد السعوديين وصل الى رقم تاريخي، وهذا يدل على امتثال القطاع الخاص. الان قبل صدور اي قرار نعمل محاكاه لمن سوف يتاثر في هذا القرار من القطاع الخاص، فاحنا نعرف من سوف يتاثر فيه بشكل الكتروني وبشكل الي، كم عدد المنشات التي سوف تتاثر. نوقف تعديل المهن بشكل الي قبل اصدار القرار وقبل تنفيذه، وبالتالي عندنا يعني مراقبه اليه بشكل موجه، نعرف من التزم ومن لم يلتزم، وبالتالي نطبق عليه اليا المخالفات، وايضا لدينا التوجيه يعني التفتيش الموجه لهذه الانشطه او المهن. التفتيش الموجه بشكل عام بمعنى ايش؟ يعني التفتيش طبعا عندنا التفتيش الموجه بناء على الذكاء الاصطناعي الموجود عندنا والمحاكاه اللي نعملها على كل المؤسسات وكل الشركات، فنعرف بالضبط من لم يلتزم الان بهذه المهنه. يعني اليوم لما اتكلم عن مهنه الصيدله فنعرف من التزم بمهنه الصيدله ومن لم يلتزم بها، لارتباطها بهيئه التخصصات الصحيه وارتباطها بنا وارتباطها بعدد الاجانب الموجودين وترخيصهم، نعرف عدد دخول السعوديين من عدمه، هذا من جهه. من جهه اخرى للتفتيش يقوم برقبات بزيارات ميدانيه موجهه لبعض الانشطه مثل نشاط المولات مثلا او نشاط السينما اللي فرضت عليها نسب التوطين مثلا بنسب مثل نشاط المولات بنسبه 100%، فيزور هذه الانشطه ويلاحظ اذا في مخالفات ويرفعها، والحمد لله نجد التزام يعني نعم. جيد من القطاع الخاص. طيب اذا تسمح لي بس مهندس تبقى معي على الهاتف فبسالك استاذ عبد الحميد عن نقطتين، وش رايك فيها في اجابات المهندس حول اختيار القطاعات؟ هل تشوف انه القطاعات المختاره الان للتوطين هي المناسبه، ولا في قطاعات اهم مفروض انها تختار، وحول اليه الرقابه؟ طبعا بالنسبه للرابط المشترك فيها لو تجد على الباحثين على العمل اللي هم الدوله سخرت فيها اموال من ناحيه التعليم. يعني لما تتكلم هذا تقارن اليوم الاولويه اليوم قطاع مثلا التامينات او التموينات العاديه، ولا قطاع الصيدله او قطاع المحاسبه او قطاعات التسويق او قطاعات الوظائف الاداريه العاليه المستوى. ما في شك انه هذه الاولويه لها. وطبعا انت لما تاخذ الاختيارات هذه تقول اختارنا 4 5 10 قطاعات مرحليا، انت تاخذ بطريقه يعني حسب الميزان الترجيحي الموجود عند الوزاره من ناحيه الكم اللي بيعود علي من ناحيه التوظيف، من ناحيه انه انا عندي نسبه الباحثين عن العمل تقريبا الجامعيين 54%، ما في شك انه يجب ان تكون الاولويه لهذه الشريحه. المستويات الادنى تعليما ما في شك انها ايضا لا اهميه، ولكن الاهميه الاكبر ايضا هنا موجوده، وسهل جدا انك توظف المستويات الادنى مقابل انه الصعوبه اللي ستجدها في موضوع انك توفر قنوات توظيف لشباب وبنات يعني تقريبا مضى عليهم سنه او سنتين وهم يبحثون عن عمل وعندهم تخصصات جامعيه الرقابة ممتازه، يعني تحتاج فقط الدعم، وهذا اللي هذا الحجر او الزاويه اللي سوتها وزاره الموارد. نعم، الرقابه. الرقابه طبعا ما في شك، انت اليوم لا يمكن مشروع تقومه وتصرف عليه تسخر له مليارات وبعدين تقول لا خلاص يلا انا برميه ولا تابع. كيف مستحيل توصف مستوى الرقابة على اللي صاير من نتائج في الميدان؟ اللي أنا أشوفه من نتائج الارتفاع التوطين. طيب مهندس، اليوم لما أنت توطن قطاع بنسبة 100% مثلا، هل بحثتم مع وزارة التعليم مثلا مع الجامعات إمكانية توفير الكوادر اللي ممكن تشغل هذا المجال، ولا نزل الموضوع بشكل أقرب إلى أنه يكون عشوائي وبعدين تقيسون بناء على السوق؟ واضح. اولا يعني قبل بس الاجابه على هذا السؤال ودي بس يعني اعرج على انه برنامج تنمية القدرات اطلق اسمه سيدي حفظه الله، اطلق العديد من المبادرات، احد اهم هذه المبادرات هي وحده استشراف العرض والطلب.
واللي تشرف عليها الان وزاره الموارد البشريه بشكل مباشر. وهذه الوحده احد اهم اهدافها انها توائم ما بين محتويات التعليم وديناميكيه القطاع الخاص وتغيرات القطاع الخاص والاحتياجات للقطاع الخاص بما يتماشى مع النمو الاقتصادي والمشاريع الكبرى والتطورات في المعارات او في الوظائف. وكانت اول باخوره اعمال هذه الوحده اللي انشات قبل فتره يعني قبل اشهر انها هي من حددت التخصصات في برنامج خادم الحرمين الشريفين اللي اطلقه اسمه سيدي في مارس الماضي. نعم. فهذه الوحده ان شاء الله ستطلق ان شاء الله تقارير قريبا للسوق لابناء وبنات الوطن على ما هي التخصصات اللي المفروض يكون فيها توجه، نعمل فيها مع وزاره التعليم بشكل والجامعات بشكل جميل. مباشر. بالنسبه لسؤالك على 100% حقيقه ما نطلق قرار 100% الا بعد ما احنا على يعني واثقين بوجود عدد كافي من الباحثين عن عمل اللي سوف يملؤون هذا النشاط او هذه المهنه بشكل واضح وبشكل يعني لا يدعو الى ايقاف الاعمال، بل عندنا ايمان يعني كامل بابناء وبنات الوطن وعندنا كوادر كافيه لملء هذا الاحتياج. نعم مهندس، اذكر في لقاء السابق معك طلبنا منك ان تخصنا أو تكشف لنا عن القطاع أو القطاعات التي تنوون توطينها في القادم القريب. أرجع أسألك نفس السؤال وأطلب نفس الطلب، إيش القطاعات اللي تنوون أنكم توطنوها في القادم إذا قبلت أن تكشف لنا عن بعضها أو كلها؟ أبدا، الوزارة أعلنت هذا العام عن 30 قرارا للتوطين أيضا. يمكن العام الماضي أنا أتذكر اللي أو قبل أشهر حقيقة، وليس العام الماضي، يمكن سألتني نفس هذا السؤال وقلت لك عندنا عدد من القرارات وكان من ضمنها الترفيه اللي ولله الحمد دخل أطلق قرار في بداية هذه السنة. أتوقع أنه من المهن اللي نعمل عليها في الفترة القادمة إدارة المهن في إدارة المشاريع وفي أنشطة ومهن قطاع الغذاء وسلاسل الإمداد. قطاع الغذاء وسلاسل الإمداد وإدارة المشاريع، هذه اللي بتوطن قريبا إن شاء الله من ضمن القرارات اللي يعني ما زال عندنا 30 قرارا إن شاء الله وهذه منها يعني. طيب مهندس شكر. ها؟ الأخيرة إدارة المستشفيات؟ لا، إدارة الغذاء وسلاسل الإمداد. عندك سؤال تحب توجهه؟ لا بس الأخيرة أنا سمعتك هنا قال إدارة المستشفيات. إدارة المستشفيات من ضمنها؟ لا، إدارة المشاريع. المشاريع. إدارة المشاريع. مهندس شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. شكرا للمهندس ماجد الضحوي. قبل ما نروح الفاصل بنعرض لكم هذه البطاقة اللي فيها آخر قرارات التوطين اللي صدرت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنطلع بعدها فاصل وبكمل حواري مع الأستاذ عبد الحميد العمري بعد هذا الفاصل. قرارات التوطين ستساهم في توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل بحسب تصريح الوزارة. قرار توطين مهن الطيران المرخصة تشمل وظائف مساعد طيار ومراقب جوي ومرحل جوي بنسبة 100%، ومهنة طيار نقل جوي بنسبة 60%، ومهنة مضيف طيران بنسبة 50%. توطين مهن البصريات بنسبة 50%، وتشمل مهن فن بصريات طبية وفن مختبر فيزيائي ضوء وبصريات وفن بصريات. توطين منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات، وتشمل مهن مدير موقع ومساعد مدير موقع ومدير جودة ومشرف مالي ومشرف موقع ورئيس مسار وفني ومساعد فني فحص وفني صيانة وفني استعلامات ومدخل بيانات. توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود تتضمن عدد 14 نشاطاً فرعياً من أنشطة البريد ونقل الطرود. قرار توطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال إحالة هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها. كما أن قرارات توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ ستوفر أكثر من 12,000 وظيفة. للسائل المنعشة.
الله مجددا في هلا. حوارنا مستمر مع الأستاذ عبد الحميد العمري، وكان معي على الهاتف المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة. أرحب فيك مجددا أستاذ عبد الحميد. يمكن سمعنا الحوار وتحدثنا كثير عن المجالات اللي وطنت عرفناها، وش المجالات اللي أنت تشوفها في السوق اليوم يعني في ضرورة لتوطينها؟ ضرورة وفائدة. أيوة. اللي هو قطاع أو النشاط، نشاط الخدمات. نشاط الخدمات تحت كثير من أو ضمن كثير من القطاعات الجدا ممتازة، لا من ناحية الدخل ولا من ناحية بساطة العمل، وما تتطلب يعني عبقريات ولا تتطلب شهادات. وشو مثل إيش نشاط؟ نشاط الخدمات كثير، يعني نتكلم على مثلا طبعا القطاع البنكي وقطاع التأمين، هذا تقريبا يعني أغلبها وظائف تكون إدارية تسويق. أيه. وهذه طبعا غطتها وزارة الموارد، لكن القطاع أو النشاط هذا هو الأسرع نمو وهو الأعلى توظيف يعني والأعلى استقدام، جميعها اجتمعت في هذا القطاع أو في هذا النشاط. فبالتالي أنت لما تركز على هذا النشاط اللي هو متوفر فيه المادة والمال ومتوفر فيه النمو ومتوفر فيه العدد، خاصة في بداية الآن، أنت اليوم هدفك مثلا في السنتين الجاية دي أنه أنا أنقص معدل البطالة. نجي على ما ذكر سمو ولي العهد في لقاء الأخير معكم هنا، لما ذكر قال أنا ما قاعد أفكر بس في التوطين، أفكر في تحسين مستوى الدخل. فهذا الشيء يمكن يكون في مرحلة ثانية مثلا في 25 وما بعدها، لكن اليوم أنا عندي شباب وعندي بنات متكلفين من ناحية التعليم ومن ناحية المجتمع، أن هذول هم الأولوية يتوظفون. في حوارات كثير على مواقع التواصل أنه ابدأوا بتوطين القيادات العليا، الوظائف القيادية العليا، أنت وش رأيك في هذا الطرح؟ طبعا لازلت عند هذا المطلب من زمان، ولكن في بعض المرات يعني تجد أنه بعض النشاطات وبعض القطاعات يمكن تشبعت، يعني بعض القطاعات يمكن فوق 70 أو 77% سعوديين، لكن ما زال مهم طرحه. لا زال مهم طرحه. وبعدين طبعا يجب أن يفهم الجميع، يعني إيه؟ احنا ما نقول جيب واحد فريش ولا جيب واحد ما عنده خبرة وحطه هنا، لا. هذه اللي أنا من خلال الرسالة اللي أنا ودي أوجهها أنا لرجال الأعمال وأرباب العمل، النقطة الحاسمة اليوم المهمة جدا عندنا اليوم اللي تنقصنا في هذا التحرك والمبادرات اللي قاعدة تطلع الوطنية، اللي هو إيمانك أنت يا رب العمل بالمواطن السعودي وبالمواطنة السعودية، أنه هذا هو رصيدك وهذا الاستثمار اللي أنت تقوله. جميل. ولذلك قبل ما أختمه بسمع منك، بالعادة أسميها لضيوفي تغريدات صوتية أخيرة، تغريدتين. الأولى لأرباب العمل أصحاب المؤسسات اليوم والشركات، وش تقول لهم؟ ضع إيمانك بعد الله سبحانه وتعالى في شباب الوطن وبنات الوطن. للشباب وبنات الوطن الباحثين عن عمل اليوم، لا تنتظر الوظيفة تجي لين عندك، ابحث عنها، ازعج العالم، ازعج الشركات، ازعج المؤسسات، روح شيل أوراقك ومر، لا تيأس من رحمة الله ولا تنتظر. كيف ازعجهم؟ ازعجهم، يروح عندهم يقول أنا مواطن وأنا عندي كذا وعندكم وظيفة ومعلنين عنها، أو أنا أريد أن أتوظف عندكم وأنا مستعد للتحدي وبهالشكل. طيب اللي ما زال يردد الأسطوانة القديمة أنه السعودي ما يعمل وما ينتج، إيش ترد عليه؟ والله الواقع يرد عليه هو نفسه. يعني أنا أذكر في حوار صار في أحد المساحات في تويتر بين رجال أعمال اثنين، واحد منهم تكلم قال أنا توفرت عندي 40 وظيفة وجاني مدير الموارد قال يلا نستقدم 40، قال لا تستقدم ولا شيء، جيب لي 120 سعودي وظائف هندسية وإنشائية، قال جيب لي 120 سعودي، قال هذه تكلف، قال جيبهم، جابهم بعد 6 شهور صفى على 40. ليش هو تقال؟ هو اللي يتكلم وأنا كنت معاه موجود في المساحة، قال أنا ما أبغى أسوي مقابلات شخصية وأمور، أضحك عليه ويضحك علي، خله يشتغل عندي ويجرب. في الأخير فرزنا، يقول الآن أول ما بدوا معي يشتغلون أعلى واحد فيهم كان 8000 ريال، يقول اليوم بعد قطعنا سنة ونص أو سنة من 8 شهور أدنى واحد فيهم اليوم راتب فوق 12000. والموظف السعودي أثبت أنه قادر في كل مجال. عشان كذا أنا أقول لك رجال الأعمال أو أرباب العمل، بس حطوا إيمانكم بالله سبحانه وتعالى ثم هذا المواطن. أبو عبد الإله شكرا لحضورك معنا، وترى قبل ما أختم معك جاني أكثر من طلب أنه قالوا لي أبو عبد الإله شايفينه من أمس وهو يحترق على الأهلي وجمهور الأهلي، وش تقول للأهلي؟ الأهلي يبقى الأهلي الملكي، النادي السعودي الذي كان له الدور الأكبر في وجود الرياضة السعودية وتسنمها للمناصب العالمية الموجودة اليوم. وكأهلاويين لو حتى يمسح الأهلي من التاريخ ومن الواقع سنظل أهلاويين.
شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. يطول عمرك. شكرا للأستاذ عبد الحميد العمري، شكرا للمهندس ماجد الضحوي، شكرا جزيلا للأساتذة الكرام في العلاقات والإعلام في وزارة الموارد البشرية، وللأستاذ سعاد الحماد المتحدث الرسمي على يعني التعاون الكبير في تنسيق هذه الحلقة التي لن تكون الأخيرة وليست الأولى في مجالات التوطين، وسنستمر في الحديث عن هذا الموضوع وعن هذا الأمر بكافة تفاصيله. شكرا أيضا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل.